بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ في سلسلة جديدة بعدما انتهينا من سلسلة المسببات للإجهاض في حيوانات المزرعة. نبدأ سلسلة مهمة جدا في وسائل تشخيص الأمراض، وسائل تشخيص أمراض الحيوان، ودي أساسيات يجب على كل طبيب بيطري أنه يعرفها، إزاي يشخص حالة مرضية وإزاي يعالجها. بنبدأ الأول هذه المحاضرات عن الفيفر ودرجة الحرارة، وإزاي ناخد درجة الحرارة، وإيه الحاجات اللي بترفع درجة الحرارة وإزاي نفرق بينها، لأن دي بداية تشخيص أي مرض. أي طبيب لازم يكون معه ترمومتر عشان ياخد درجة الحرارة. فالمحاضرة رقم 1 بعنوان Fever and Cattle Causes Symptoms and Treatment. Causes Symptoms and Treatment. الحمى في الأبقار، الأسباب والأعراض والعلاج. قبل ما نتكلم على مشكلة الحمى، بندي فكرة سريعة كده من ناحية الفسيولوجية، ازاي الجسم بينظم درجة حرارته وبيحافظ على درجة حرارة ثابتة سواء الإنسان أو الحيوان. فربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق الحيوان في حاجة اسمها الغدة تحت المهاد، أو بيسموها الهايبوثالاموس. دي موجودة أسفل المخ، ودي المسؤولة عن حفظ درجة حرارة الجسم، زي الترموستات كده اللي في الثلاجة. ده ربنا جعل فيه ترموستات ينظم درجة الحرارة. لو درجة الحرارة زادت شوية يبدأ يحاول يعمل فقد للحرارة دي عن طريق الإيفابوريشن أو سويتينج أو الهيت لوس. لو الحرارة ناقصة حصل هايبوثيرميا، يبدأ يحافظ يظبط الجسم عشان يحافظ على درجة الحرارة الداخلية وما يفقدهاش. الموضوع ده يعني بيبقى فيه حاجة اسمها ريسبتورز، مستقبلات حرارية موجودة على الجلد من بره، وموجودة في الانترنال اورجانز اللي هي مسؤولة عن ارسال نبضات وارسال رسالة الى الهايبوثالاموس تخبره ان في حرارة زيادة او في برودة زيادة. ولذلك الجسم ربنا سبحانه وتعالى الحرارة أصلا بتبقى، يعني ليه حرارة الحيوان مثلا 38.5 ثابتة مثلا، أو 37.5 أو 39.5؟ بتيجي منين الحرارة دي؟ في حاجة اسمها الهيت لوس وفي حاجة اسمها الهيت جين. الكرش لما بيشتغل، الرومن لما بيعمل كونتراكشن بيدي حرارة، القلب لما بينقبض بيدي حرارة، الأمعاء لما بتتحرك وتنقبض بتدي حرارة. فدي الحرارة الداخلية دي هي اللي بتحافظ على درجة حرارة الجسم، وده بيتحكم فيها حاجة نيرفس نيورال وفاسكولار وهيت برودكشن وهيت لوس وبيهيفيرال كنترول. يعني لما تكون درجة الحرارة عالية قوي تلاقي البقر يروح تحت المظلة ويقعد في مكان ظلة، أو القطط أو الكلاب تروح على مكان ظلة أو مكان بارد. ده اسمه بيهيفيرال كنترول، ان هي تحاول تخفض درجة حرارة جسمها. دي كلها حاجات يعني لازم احنا نبقى عارفينها. في بقى وسائل لقياس درجة الحرارة، ترمومترات مختلفة بنقيس بيها درجة الحرارة، ونعرف كل واحد وايه المزايا بتاعته وايه العيوب بتاعته. Types of medical thermometer. النوع الاول والمشهور طبعا واللي انا بنصح ان احنا نستخدمه اكتر اللي هو الميركوري ثرمومتر، ترمومتر الزئبقي. ترمومتر الزئبقي ده هو بتاع الانسان، هو بتاع الحيوان، يعني هو واحد ومدرج من 35 درجة مئوية لغاية 42 درجة مئوية. ليه ما هوش اقل من 35؟ لان لو الحيوان او الانسان درجة حرارته نزلت عن 35 هيموت، ولو درجة الحرارة زادت عن 42 الحيوان يموت أو الإنسان يموت. فهو مدرج من 35 إلى 42 درجة مئوية. الترمومتر ده فيه زئبق، الزئبق بيتمدد طبعا بالحرارة،
بس شروط استخدامه ان احنا لما بنجيب الترمومتر ده لازم نهزه الاول عشان ننزل الزئبق اقل من 35، لانه ممكن يكون احنا قسنا بيه درجة حرارة حيوان والحرارة الحيوان دي طلعت 40 مثلا. لو جيت دخلته في حيوان تاني من غير ما نهزه وننزل الزئبق هيدي القراية السابقة، فدي من الاخطاء اللي بيقع فيها كثير من الاطباء البيطريين عند استخدام الترمومتر. لازم الترمومتر الزئبقي نهزه قبل ما ندخله. بعد كده بنستخدم مادة لوبريكانت زي الفازلين او الصابون، ونبدأ ندخل الترمومتر ده بطريقة روتاتوري موفمنت في الريكتم، بنقيس درجة الحرارة في الريكتم. والريكتم ريكتال تمبريتشر هي أدق درجة حرارة في ناخد منها الحرارة في حتى في الإنسان الأطفال وكده، لأن الأطفال ما ينفعش نحط لهم ترمومتر في بقه ونقول له اقفل عليه وحطه تحت لسانك وكده، فبناخد الريكتال تمبريتشر أيضا في الهيومن، وهي أدق من الأورال تمبريتشر. الريكتال تمبريتشر بعد ما دخلنا الترمومتر بروتاتري موفمنت بنخليه ملاصق لجدار المستقيم لفترة لا تقل من دقيقتين إلى 3 دقائق عشان ياخد درجة حرارة الجسم. بعد كده نطلعه ونمسحه ونبدأ نقرأ درجة الحرارة. ده الترمومتر الزئبقي، وزي ما قلنا ده هو أفضل نوع من أنواع الترمومترات إلى الآن، رغم ان في انواع تانية ديجيتال وكده. حتى دلوقتي اجهزة قياس الضغط ما زال الدكاترة يستخدموا جهاز الضغط الزئبقي عن الديجيتال، يعني لانه اكتر دقة من الديجيتال اللي هو ده ديجيتال اهو. الديجيتال ده بندخله في الريكتام ونسيبه لمدة دقيقة بيدي قراية على طول، اللي مش محتاج بقى نهزه هنا زي الترمومتر الزئبقي وكده. وده بيعتمد الفكرة بتاعته على الهيت سنسورز. هيت سنسورز دي اللي هي اللي بتحدد درجة الحرارة. طبعا في دلوقتي في مزارع الألبان في سنسورات سنسور جمع سنسور، بيتحط سنسور على الفالفا، سنسور على الفالفا عشان يعرف الحيوانات دي عندها استرس ولا لا. يعني الحيوان لما يكون عنده استرس شياع درجة الحرارة بتزيد نص درجة، فهو يروح مدي قراية نعرف الحيوان ده عنده استرس. ممكن تحط سنسور على بطريق كاسيتر كده في اليورينر بلادر او في الرومن. يعني لو ان شاء الله في نصيبة نعمل محاضرة عن الهيت ستريس وندي فكرة على السنسورات اللي بتستخدم في المزارع الالبان للكشف عن الاسترس وحاجات تانية. فده الترمومتر الديجيتال ده قلنا الفكرة بتاعته ان هو هيت سنسور. في ترمومتر ثالث اللي هو بيسموه ديجيتال اير او التمبانيك ثرمومتر. ديجيتال اير ده بيستخدمه الدكاترة في عيادات البيت انيمالز، بيستخدم للكلاب والقطط وللإنسان طبعا، نحط في الودن. فبيعتمد على الانفراريد رايز الأشعة، بتقيس الاير كانال، بيجيب حرارة بتاعة الاير كانال. بس في مهمة بقى أوي، لأن أنا المعلومة ديت ممكن تعرفها لو أنت بتشتغل بالاير ترمومتر، لازم أزود نص درجة على قراءة الترمومتر بالنسبة لوضعه في الأذن عشان يعادل القراءة اللي هي من الريكتال تمبريتشر. يعني انا لو استخدمت الترمومتر الاذن ده طلعت القرايه مثلا زي ما انتم شايفين مثلا 37، يبقى هي لو خدناها بالريكتم هتبقى 37.5، يعني ازود نص درجه. طب افرض في مشكله، بعض الدكاتره يسالني يا دكتور ممكن ناخد درجه الحراره من الفاجينا؟ طبعا انا ما انصحش ان احنا ناخد من الفاجينا الا للضروره بقى، لو في مشكله في الريكتام، في كونستبيشن، في مليان فيسز او اي حاجه، او في باراليسيس. لو خدنا درجه الحراره من الفاجينا بنطرح نص درجه، يعني الفاجينا درجه حرارتها اعلى من الريكتام بنص درجه.
من الأخطاء اللي بيقع فيها الدكاترة لما بياخدوا درجة حرارة في الريكتم إنه ممكن يخلي الترمومتر فيرتيكال كده على طول، فيدخل في الفيسز، يكون في فيسز كتير في الريكتم فياخد درجة حرارة الفيسز، ودي تبقى مش إيه، دي برضو خطأ. لازم إن أنا لو في فيسز كتير أعمل ريكتال فاكيويشن، ولازم أخلي الترمومتر ملاصق لجدار المستقيم اللي هو الزئبقي، سواء زئبقي أو ديجيتال يعني، وأسيب الزئبقي ما يقلش عن دقيقتين وهزه قبل ما ادخله في الريكتم. ماشي يا جماعه، ده النوع الثالث اللي هو بتاع الاذن، وده ما بيستخدمش الا في الكلاب والقطط الكبيره كمان، يعني الكلاب والقطط الصغيره ما ينفعش، لان فتحه الاذن هتبقى صغيره، من عيوبه طبعا لو في شمع في الاذن او كده مش هيدي قرايه مظبوطه. فانا بنصح عامه ان كنت دايما في المستشفى هنا في السعودية بدي كل دكتور ترمومترين، واحد ديجيتال وواحد زئبقي، وأقول له خد القراية مرة بده ومرة بده، أو خدهم بالمرتين وقارن بين الاتنين. طبعا الأدق فيهم اللي هو الزئبقي، ده بتاع الكلاب والقطط زي ما قلنا. طبعا ممكن يكون الترمومتر بيقرب الفهرنهايت، ممكن الترمومتر يقرب بالمئوي، فانا عشان كده لازم نعرف ازاي نحول من درجة فهرنهايت الى مئوي والعكس. عندنا للتحويل من درجة فهرنهايت، الفهرنهايت طبعا ال104 بتعادل 40 درجة مئوية، 104 فهرنهايت بتعادل 40 درجة مئوية. طب ازاي ال40 دي جت ازاي؟ لو انا عندي 104 نطرح منها 32 واللي يطلع نضربه في 5 من 10، تتحول كده الى مئوي. لو عايز احول من فهرنهايت لمئوي اطرح الرقم الفهرنهايت، اطرح منه 32 والناتج اضربه في 5 من 10 او 55%. طب لو عايز اعمل العكس، عايز احول من مئوي، عندي مثلا درجة الحرارة 40، عايز اشوفها كام بالفهرنهايت، اضرب ال40 دي في 1.8 واضيف لها 32. طبعا الموضوع ده يعني معروف هنا جدول اهو، شوف الدرجة اللي هي 104 دي عشان تبقى سهلة الحفظ، 104 فهرنهايت بتعادل 40 درجة مئوية، 101.3 بتعادل 38.5، 99.5 بتعادل 37.5، وهو ده الرينج بتاعنا اللي هو 37.5 ل 40 درجة الحرارة، وده المقابل له بالفهرنهايت، عشان في دكاترة كتيرة بيتصلوا بيها من دول أجنبية وبيستخدموا الترمومتر فهرنهايت، فيقول لي ده الحرارة دكتور 104 103 100، فأنا لازم أكون عارف وأقول له ديت إيه تعادل كام الزئبق وكده. النورمال تمبريشر، احنا هنا هنتكلم بس عن الكاتل والبفالو، إن المحاضرة دي خاصة بالأبقار والجاموس، فمهم أوي إن أنا أعرف الرينج وأعرف المين. بالنسبة للعجول الصغيرة درجة الحرارة بتتراوح من 38.5 ل 40.5، والمين 39.5. يعني لما اخد درجة حرارة عجل الاقي 39.5، دي مش فيفر. كتير من الدكاترة يتعامل مع 39.5 في العجول الصغيرة على اساس ان هي فيفر، ويدي يبدأ يدي مضاد حيوي وخافض حرارة وكده، ودي ايه من الاخطاء. انا المحاضرة بتاعت النهاردة كلها من الاخطاء الدكاتره، وخبرتي بقى في الشغل المهنه بتاعتي وكده، كنا نعلم الطلبه ازاي ياخدوا الحراره والاخطاء اللي بتقع. يبقى 39.5 ده يا جماعه في العجول الصغيره او لغايه عمر سنه كده يعتبر نورمال، 39 39.5. وفي الابكار من 37.5 ل 39.5، يعني ايه 38.5 اللي هو الايه المين، ال 38.5 في الابكار والجاموس، ده الطبيعي في الأبقار الكبيرة والجاموس الكبير. يعني لو 39.5 في الأبقار والجاموس هنقول الحرارة عالية شوية، لكن إمتى نعتبر الحرارة عالية؟ متى نعتبر الحيوان يعاني من حمى؟ عندما تكون درجة الحرارة 40 أو أعلى. دايما 40، 40.5، 41، 42، نبدأ على طول نتعامل ونحاول ننزل درجة الحرارة دي. الدكتور ابو بكر امام بيقول ان في نوع من الترمومترات بيجمع بين بيدي القرايتين، يعني المئوي شفته فعلا على النت بس انا نسيت ان انا انزله، بيدي القرايه بالمئوي ويدي القرايه بالفهرنهايت.
جزاك الله خير. الدكتور أبو عبد الرحمن بيقول إن في الخيل دايما نستخدم اللواشة عشان ممكن الحصان يرفس، أنا هدخل على الحصان من ورا وممكن يرفسني لما أجي أهدى لدرجة الحرارة. لا، أي حد عنده ملاحظة وأنا بتكلم يقولها، اكتبها وأنا إن شاء الله أقولها بإذن الله، لأن أنا يعني أنا بقالي مدة أقرأ في الموضوع ده حتى في الهيومن، وسمعت محاضرات وكده، بحاول أجيب معلومات جديدة، ومهما كان برضو مش هقول كل حاجة. ايه بقى تعريف الفيفر؟ الفيفر وايه الفرق بينها وبين الهايبر سيرميا؟ هايبر سيرميا ان درجة حرارة الجسم بترتفع نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو، يعني زي ما سمعت ضربة الشمس والحاجات دي، وان شاء الله نعمل عليها محاضرة، وخطر جدا برضو. لكن الفيفر عبارة عن كومبلكس من هايبر سيرميا وتوكسيميا، ان في ميكروب دخل الجسم، سواء الميكروب ده بكتيري او فيروسي او طفيلي، وعمل توكسيميا فبيرفع درجة حرارة الجسم. ده تعريف الفيفر. It is a complex symptoms in which hypersermia and toxemia are produced by certain substances circulating in the bloodstream. بعرفنا الفرق بين الهايبرسيرميا والفيفر. طب ايه بقى اسباب الفيفر؟ دي مهمة جدا، ان مفيش دكتور بيطري يا جماعة يشتغل وهو قاعد في الصيدلية كده تجيله الحالة بالتليفون او على الموبايل او فيديو ويوصف حالة لازم اخد درجة حرارة. ماشي يا جماعة. في اسباب غير معدية ترفع الحرارة بنسميها نون انفكشوس، زي ما قلنا اللي هي الهاي تمبريشر او هيوميديتي، يعني زي الايام دي كده درجة حرارة عالية، وفي بعض البلاد تلاقي الرطوبة عالية. ارتفاع درجة حرارة الجو والرطوبة العالية دول خلي حرارة الحيوان تزيد، والحيوان بقى يبدأ ينهج وضربات قلبه تزيد واللبن يقل، اللي هو الاستريس فاكتور، هيت ستريس يعني. أو الحيوان بعد اكسرسايز، يعني حصان مثلا بعد السباق أو بعد ما جري أو أي حاجة، الإبل والحاجات دي بتزيد درجة الحرارة بعد السباق، بنسميها فسيولوجيكال. أثناء الولادة وأثناء فترة الاسترس وأثناء فترة تكوين الكوربس ليوتيم، البروجسترون نفسه اللي بيتكون من الكوربس ليوتيم بيرفع درجة حرارة الجسم. كل ده حاجات فسيولوجية وحاجات نون انفكشواس، عشان أبقى عارف وأنا باخد درجة حرارة نص درجة تفرق. طب الانفكشواس كوزس اوف فيفر، معلومة مهمة جدا، أي التهاب في الجسم بيرفع الحرارة، يعني الماستيتس ممكن ترفع الحرارة، المترايتس الالتهاب الرحمي، نيمونيا سواء كانت فيرال أو مايكوبلازما أو بكتيريا، تروماتيك ريتيكولو بريتونايتس التهاب البريتوني الوخزي، تروماتيك بريكاردايتس، الانترايتس النزلات المعوية، البايلو نفرايتس. فلذلك وانا باخد درجة حرارة، هيجي الكلام ده في الدياجنوزس بعد كده بس اقولها دلوقتي، ان لازم اسأل الراجل هل في اعراض تنفسية، هل الحيوان بيتبول مثلا، بينقط بيتبول كتير، بيحزق اثناء التبول، هل في كحة الحيوان، كل حاجة بقى، لان انا عايز اعرف فيها، هل اللبن مدمم، اللبن مشرش، اللبن مجبن، اعرف بقى اذا كانت الحراره دي جايه من التهاب. دايما بعد الولاده يا جماعه في الاغنام والابقار والابل دايما يجي لها مشاكل التهاب رحمي والتهاب ضرع، و رحمي وضرع دول اهم حاجتين، يعني التهاب رحمي والضرع دول دايما بعد الولاده اللي بيعملوا حراره يعني. لك طبعا تيجي بقى امراض الميتابوليك والحاجات دي، لكن ما بترفعش الحراره. والتروماتيك ريتيكولو بروتونايتس دايما تيجي، او تروماتيك بيركاردايتس دايما تيجي في اخر الحمل. السبتسيميا، اوستومايلايتس، ارثرايتس، اومفولايتس التهاب السره في العجول الصغيره، توكسيميا. نيجي بقى للامراض المعديه اللي بتعمل ارتفاع الحراره، ودي ان شاء الله هنتكلم عنها في المحاضرات الجايه كديفرنشال دايجنوزس. الافيمرال فيفر او السي دي سيكنس، وده مرض مشهور وموجود الايام دي، الفوت اند ماوس بيرفع الحراره، اللامب سكين ديسيز المرض الجلد العقدي، السيلاريا، طفيلات الدم بقى، السيلاريا والبابيزيا والانابلازما،
الليستيريا والتيتانوس والبوفاين فيرال دايريا ميكوزال ديسيز الفوت روت مايكوبلازما. ماشي، لو في أسئلة يا جماعة إن شاء الله نأجلها، لكن لو تعليقات تكتب الأسئلة. طبعا الحالات اللي هي أكيوت كلها يا جماعة، عشان الدكتور بيسأل كورونيك ماترايتس أو كورونيك ماستايتس ممكن الحرارة ترجع نورمال. في حالات الالتهابات المزمنة ممكن تيجي الحرارة تلاقيها طبيعية، لكن دايما في الأكيوت اللي هي الأكيوت يبقى الأكيوت ماستايتس، أكيوت مترايتس، أكيوت نيمونيا، أكيوت تروماتيك بيريكاردايتس، أكيوت ريتيكولو بيريتونايتس، الحالات الحادة اللي هي أول ما بتحصل دايما الحرارة تعلى. بينما لو الحالة بقى كورونيك بالحرارة بتبقى نورمال بعد كده. نفس الكلام على البايلو نفرايتس. أجل الأسئلة يا دكتور محمد، أجلوا الأسئلة شوية عشان الدكاترة لما بجاوب على أسئلة بتلخبطهم في المحاضرة. يبقى الأمراض المعدية دي أمثلة للأمراض المعدية اللي إن شاء الله هنتكلم عنها. وبعدين الخراريج، الخراريج دي يا جماعة يعني بفضل الله لما بدأنا نشتغل في كلية الطب البيطري من حوالي يعني سنة 90 كده، يعني حوالي 30 سنة بدأنا اشترينا سونار وبدأنا نشتغل بالسونار في أمراض البطنة طبعا، والولادة بيشتغلوا في الولادة، وبدأنا نكتشف حالات أبسس كتيرة زي ما هوريكم حالة دلوقتي في الدياجنوزس في الخراريج في الريتيكلم. ترفع الحرارة والحيوان ما يستجيبش مضاد حيوي، نقعد ندي مضاد حيوي أسبوع أسبوعين ما فيش فايدة. فالخراريج الكبيرة اللي موجودة في الريتيكلم في الشبكية أو أحيانا في الفارنج فارنجيال أو ريترو فارنجيال زي مثلا في الخيول حالات الاسترانجلز وكده تعمل خراريج، أو في الغدد الليمفاوية الداخلية أو الخارجية دي بقى مش هتستجيب للحرارة لأن خراج وعمل إيه؟ عمل توكسيميا. والخراريج اللي في الحافر الريتيكولار أبسس ده بنكتشفها الداخلية دي بالسونار، من صعب تشخيصها كلينيكالي. الحمى أنواعها في نوع اسمه سيبتيك فيفر اللي هي بقى سببها بكتيري أو فيروسي أو بروتوزوا بسموها سيبتيك. ممكن تبقى لوكال اللي هي الخراريج اللي احنا قلنا عليها دي أبسيسز أو سيليولايتس أو إمبايميا، أو تبقى سيستميك نتيجة للميكروب اللي دخل عمل انفكشن بيعمل سيبتسيميا بيعمل تسمم في الدم زي الباستريلا والكوليستريديا والسالمونيلا والإيكولاي، كل ده بيسموه سيبتسيميك نتيجة لبكتيريميا أو سيبتسيميا أو توكسيميا أو فيريميا. دي تقسيمة يعني من أنواع فيفر سيبتيك وأسيبتيك. الأسيبتيك يعني في فيفر لكن ما فيش عدوى بكتيرية ولا فيروسية، زي كيميكال مثلا ممكن نحقن حاجة غريبة للجسم أو فورم بروتين ممكن يرفع الحرارة، أو دايما بعد عمليات الجراحية ممكن يحصل بريك داون للتيشوز والبلاد فيرفع الحرارة، أو إميون رياكشن أو أنافلاكسيس حالات الحساسية زي ما كان الدكتور بيقول دلوقتي في بعض الأنواع الحساسية ترفع الحرارة، أو إعطاء بعض الأدوية ممكن يرفع الحرارة، أو استخدام الأدوية المضادة للحيوي لفترة طويلة ممكن ترفع الحرارة، أو الحرارة ممكن يحصل تشيو نكروزس ممكن يرفع الحرارة. كل يشوف مسببات كتيرة جدا للحرارة العالية، ما هياش الفكرة إن أنا كل حاجة هدي مضاد حيوي وهتتحسن أو أدي نانو سترويد الأنتي انفلاماتوري. في بقى الحرارة بنقسمها تقسيمة تانية، في سيمبل فيفر يعني الحرارة تقعد ترتفع لمدة 48 ساعة وتنزل زي حمى الثلاث أيام كده سيمبل فيفر أو اللوبيولار نيمونيا، وفي ترانزيت فيفر وفي كونتينيوس فيفر في حمى تقعد أسبوع، ودي في حالات اللوبر نيمونيا. اللوبر عارفين يعني ايه لوبر نيمونيا؟ النيمونيا اللوبس بتاعت اللنج في لوب كبير قوي واللوب فص كبير يعني، والفص ده مقسم الى فصوص صغيره، الفص الصغير اسمه لوبيول. ففي النيمونيا يا اما تبقى لوبيولر تاخد لوبيول وبعدين ده يحصل يمر بالثلاثه ستيج ويخف ويرجع اللوبيول اللي جنبيه انفكشن واللي بعديه انفكشن، فدي تلاقي الحراره متموجه عمال تطلع وتنزل. بينما لو كان لوبر كل اللوب بتاع اللنج مصاب تلاقي الحراره عاليه ومستمره لمده اسبوع، ده اللوبر نيمونيا بسموه كونتينيوس فيفر. وبرضه طفيليات الدم تلاقي الحرارة برضه ايه دي سيمبل فيفر اهي. وفي حاجة الانترميتنت فيفر اللي هي تيجي في حرارة تقعد 3 ايام وبعدين تنزل ليوم وبعدين تطلع تاني وتنزل تاني وتطلع تاني، دي دايما في حالات البيوجينيك انفكشن.
طفيلات الدم برضو تعمل حرارة متموجة، الحرارة تطلع وتنزل، والبروسيلا برضو الدكتور كاتب البروسيلا برضو تعمل حرارة متموجة، تقعد حتى في الإنسان تلاقي الواحد بيجيله سخونية يقعد 3 4 أيام سخن وبعدين تنزل يوم وبعدين الحرارة تطلع تاني. برضو عندنا البروسيلا وطفيلات الدم ترفع الحرارة، في متزوجة بتزيد ليل وتبقى في الصبح. أنا امبارح أو أول أمس منزل حالة على التليجرام، دكتور بعت لي من كام يوم يعني حصان كان يسخن بالليل حرارته توصل 40 وبالنهار الحرارة كويسة، فقلت له ده احتمال كبير يعني طفيلات دم، فإدى فعلا إيميدو كارب والحالة اتحسنت مع خفض حرارة طبعا. زي ما بيقول الدكتور عبد الرحمن في حرارة تطلع بالليل وتنزل بالنهار، ده الانترميتنت فيفر. ايه اللي بيحصل بقى بالنسبة للحرارة وليه الحرارة الجسم بترتفع؟ في لما يدخل عدوى بكتيرية او فيروسية طفيلية بيتفرز مواد سامة في الجسم اسمها بيروجينز. البيروجينز دي بتعمل استيميوليشن للثيرموريجولاتي سنتر، تلخبط الترموستات بتاعة الجسم فتلاقي الحرارة ترتفع. بيروجينز ار سابستانس ذات ريز ذا ليفل اوف ذا هايبوثالاميك ثيرموستات، اللي هي عبارة عن أجسام غريبة اللي هي نوع من أنواع البروتين بتفرز مادة اسمها اللايبوبوروساكارايدز البكتيريا بتفرزها، فدي بتخلي درجة الحرارة ترتفع. سبحان الله كثير من الناس يفتكروا إن الحرارة دي مش في صالح الجسم، لكن هي ربنا سبحانه وتعالى جعل أول رد فعل للجهاز المناعي في الجسم عند دخول أي ميكروب أو فيروس إلى الجسم انه يرفع درجة حرارة الجسم، وبتزيد مادة اسمها الانترفيرون. الانترفيرون دي بتفرزها كرات الدم البيضاء بتقضي بيها على الفيروسات اللي بتهاجم الجسم، فارتفاع درجة حرارة الجسم ده في صالح الجسم لانه بيوقف نشاط البكتيريا بيقتل الفيروسات لما الحرارة توصل 40، لكن استمرار الحرارة لفترة طويلة خطر جدا على الجسم زي ما هنقول دلوقتي. يبقى هي مش ما نستعجلش قوي بسرعة ان احنا ندي خافضات حرارة وكده، لو ادينا فرصة للجسم ان هو يعني حرارة تقعد عالية شوية كده بحيث ما تعديش ل40، ده كويس قوي لان هو بينشط، ده كله جهاز المناعي، دور الجهاز المناعي في قضاء على الميكروبات والفيروسات اللي داخل الجسم. طب ايه الاعراض بقى لما الحيوان يكون عنده حمى؟ حرارة عالية ممكن توصل 41 و42، الحيوان بيمنع الأكل، ما بينفصل عن القطيع كده وينعزل، ودرجة تلاقيه عمال ينهج تنفس respiratory rate is increased rapid weak pulse النبض بيزيد وضربات القلب بتزيد وبيعطش لأنه بيبدأ يحصل جفاف للحيوان، حركة الأمعاء بتقل وحركة الكرش بتقل، ممكن يحصل إمساك وممكن يحصل أحيانا ضيرية. ده كله رد فعل من مجرد الحرارة بصرف النظر عن المسبب بتاعها. طب ايه بقى خطورة استمرار الحمى؟ الحرارة لو قعدت فوق 40 فترة طويلة ممكن تعمل سيركولاتري فيلير نتيجة للمايوكارديال ويكنس، ممكن تعمل برين دامج او هيت ستروك، ممكن تعمل اجهاض زي ما اتكلمنا في محاضرات الاجهاض ان درجة الحرارة العالية ممكن تعمل اجهاض، ممكن الحيوان يدخل بعد كده في كونفالجن. انا شفت حالات ابل كنا بعالجها في المستشفى، الناقه وصلت حالات 40 ابص الاقيها وقعت على الارض وشنجت، نقعد بالخراطيم الميه نرشها بالميه ونديها في فلونوكزيم الجلومين وريدي وكده، فين وفين لما الحراره تنزل شويه يقوم الحيوان يفوق ويقوم تاني. فمن خطورة حتى في الإنسان لو سيبنا الطفل ابنك مثلا سبته حرارته عالية فترة طويلة ممكن يدخل في تشنجات بيسموها سيزرز، ممكن يحصل ريسبيراتوري فيلير والحيوان يموت لو وصلت حرارة 42. فمهم جدا جدا إن أنا أنزل درجة الحرارة دي بسرعة. طب إزاي نشخص بقى الحمى دي، أعرف إن هي إيه سببها إيه؟ تمام، اسمها فبرايل كونفالجن.
ال اس دي ما احنا قلنا اللامب سكين ديسيز بيرفع الحرارة. تشخيص، لازم اخد الكيس هيستوري عشان اعرف المشكلة ايه. يعني احيانا مثلا يكون الراجل لسه محصن القطيف، بعد التحصين ممكن يحصل رد فعل زيادة في درجة الحرارة، او ادى دواء معين، او الحيوانات دي منقولة من مكان لمكان فتعرضت لحمى، حمى اللي هي الشيبنج فيفر، واعرف ان كام حالة مصابة عشان اعرف كان ده مرض معدي ولا مش مرض معدي. مهم قوي ان الحرارة اللي تكون مثلا حمى 3 ايام، مش هتلاقي حيوان واحد، هتلاقي حيوانات كتيرة مصابة في المنطقة او في المزرعة. انا احيانا كنت ادخل المزرعة، كنت مشرف عليها في مصر، فلاقي الدكاترة حاجزين لي حوالي 20 بقرة. يا دكتور الحالات دي كلها حرارتها عالية، كان ايام حمى 3 ايام قبل ما ينزل تحصينات مصر. فنقعد بقى بخلاطيم المية، الدكاترة يرشهم والعمال، وندي خافضات حرارة وكده. فلما الاقي اكتر من حالة حرارتها عالية، الكلام ده مهم جدا يا جماعة في الإبل والغنم، عشان أفرق بين إذا كان ده مرض معدي ولا حالة فردية، التهاب ده حالة نمونيا حالة فردية أو كده، ولا ده مرض معدي. تلاقي أكتر من حالة حرارة عالية معدية 40 وأعراض متشابهة. طبعا الإفيمرال فيفر له أعراض، اللامب سكين له أعراض، الباستريلا لها أعراض، هنتكلم عنها إن شاء الله بعد كده. بعد كده انا ابدا افحص الحيوان، اخد درجه الحراره واشوف بقى، افحص العين وافحص الميكوس مبرين، اشوف فيه اوراد على الحيوان ولا، عشان اديته فيلات دم ولا لا، الحيوان بيتبول بول طبيعي ولا بول مدمم عشان دي بابيزيا. وبعد كده اعمل سي بي سي، السي بي سي بقى الاقي فيه نيتروفيليا، الاقي فيه ليكوسايتوزيس، ده بتبقى برضه بتزيد في حالات ارتفاع الحراره. طيب نيجي لنقطة مهمة قوي، والكلام ده مش يعني عملي، بنعمله احنا في المستشفيات، والمستشفيات اللي هي البيت انيمالز والمستشفيات الخيول والابل هنا في السعودية وفي الدول الأجنبية، ان احيانا تيجي لنا حالات المستشفى وعمالين ندي خافض حرارة ومضاد حيوي والحالات ما تتحسنش، واحيانا ندي ايضا لطفيل الدم، فيقول لك هاو كان يو دايجنوز ا فيفر اوف ان نون اوريجين. الكلام ده بيعملوه في الانسان نفس الكلام، حرارة بس مش معروف السبب بتاعها ايه، او ازاي اوصل للسبب. فنمشي بالخطوات دي بقى. اول حاجة الثرى هيستوري، لازم اسأل على الاكل اللي بياكله الحيوان، والادوية اللي خدها الحيوان، والفاكسينات، ولو انا اديت دواء للطفيليات الداخلية، او مثلا حصل تسمم مثلا بمادة مبيد حشري او حاجة، كل ده في الهيستوري لازم اعرفه، كيس هيستوري. بعد كده فيزيكال اكزامينيشن، افحص الريكتم والاغشيه المخاطيه، وبعد كده اعمل السي بي سي، واعمل بعض اختبارات الكبد ووظائف الكبد ووظائف الكلى. دي كلها خطوات عشان اوصل المسبب بتاع الحمى. بعد كده اعمل زرع بكتيريولوجي، بكتيريولوجيكال كالتشر، ممكن اخد عينه من الدم اعمل بلاد كالتشر، ممكن اخد عينه من الفيسز واعمل بكتيريولوجيكال كالتشر. بعد كده اعمل ابدومينال التراسونوجرافي عشان اشوف فيه بيروتونايتس ولا بانكرياتايتس ولا ابسس ولا نيوبليجيا سرطان. ده كله بنكتشفه بالالتراسونوجرافي، زي الحاله دي، حاله خراج في حصان كنا عرضناها مره قبل كده، ولكن ما فيش مانع نشوفها تاني. الحصان دي جالنا المستشفى حصان عربي، الهيستوري انه بقاله اسبوعين حراره عاليه فوق ال40، الراجل اداله مضادات حيويه كتيره، فعملنا سونار فوجدنا فيه خراج في الكبد. الدكتور دلوقتي بيعمل اسبيريشن للايه، هذا الجهاز بتاع السونار اهوت، وعن طريق السونار بيدخل بإبرة طويلة على الكبد وبيسحب الصديد من الكبد، وده هو ده اللي عمل الايه ارتفاع الحرارة العالية، ونزلنا منه حوالي يعني مثلا نقول 5 لتر صديد. بعد كده بدأنا نديله مضاد حيوي، عملنا اختبار سنسيتيفيتي على الصديد ده وادانا مضاد حيوي، والحمد لله الحاله اتحسنت، كان بيجي لنا المستشفى على طول يعني متابع الحاله. فده من مسببات اللي هي حالات تانية كتير بقى في الجاموس، ان كنا نعمل سونار وعلى الريتيكلم ونلاقي فيه خراج كبير، ونبدا برضه بابره طويله كده نصفي الخراج ده. فدي كلها بيسموها فيفر اوف انون اوريجين، حاجة أنت مش شايفها، ودي عمرها ما تستجيب لمضاد حيوي، يعني خراج كبير في البطن
او في الكبد، عمر المضاد الحيوي وما يعمل فيها حاجة. صلوا على رسول الله يا جماعة. بس السلام، دي الحالة هي بشرحها ان هي جت وكانت بتعاني من كذا. ممكن اعمل سيرولوجي، اختبارات سيرولوجي عشان اشوف هل هي مرض فيروسي ولا بكتيري، البي سي ار والحاجات دي. اعمل ايكو كارديوجرافي، ده نعملها في الخيول كتيرة، الايكو ده على القلب، والراديوجراف اشعة، ايكو والراديوجراف، في حاجة اسمها السي تي اشعة مقطعية، لابروسكوبي، سوراسكوسكوبي، والبايوبسيز، والام ار اي، دي كلها وسائل تشخيصية عشان ابحث المسبب بتاع الحمى ايه. طبعا في حيوانات عندنا هنا بمليون ريال واتنين مليون ريال، والناس عندها استعداد تصرف، فبتدخل الحيوان ده اسمه مستشفى داخلي. كان ندخل عندنا النوك اللي هي بتاعة المزاين، نحجزه في المستشفى معانا، نقعد بقى نتابعه كل يوم ونعمل له كل التحاليل دي عشان نعرف المشكلة عنده ايه. بفضل الله كنا بنوصل لحالات كتيرة كان يصعب تشخيصها كلينيكي بمجرد الكشف الظاهري. طيب الخطوط العامة للعلاج، جاي العد بقى عنده أسئلة ولا حاجة جاهز، لأن احنا كده ايه قربنا نخلص إن شاء الله. طبعا في سبورتيف تريتمنت، ان الحيوان اللي عنده حمى عاليه دي لازم نعمل له كومبليت ريست، جود فنتيليشن وكولد بليس، لازم نحطه في مكان بارد مهوي، لو في مراوح عندنا او حاجه نشغلها عشان نخفض الحراره، وبعدين نعالج المسبب الرئيسي، وبعدين نعمل كمادات ميه ساقعه، ممكن نستخدم الخل في الحيوانات الصغيره وخلي الحيوان يشرب ميه ساقعه، ممكن نعمل له حقنه شرجيه بميه ساقعه، ده كله عشان ايه خافض حرارة. طيب الميديكال بقى، ان انا ادي انتي بايريتيك دراج خافضات حرارة، ادي انتي بايوتيك لغاية ما نعرف المسبب ايه بالظبط، وبندي فلويد سيرابي لان ارتفاع الحرارة بيعمل جفاف، وندي فيتامين بي 1 وبروبيوتكس، دي اساسيات في اي حالة حرارة عالية، انتي بايريتكس، انتي بايوتيك، فلويد ثيرابي، فيتامين بي 1. في فيزيكال انتي بايريتكس، ودي مهمه قوي، الفيزيكال انتي بايريتكس اللي هي الكمادات الميه ساقعه، يعني ممكن ننزل الحيوان او جاموسه كبيره او البقره ننزلها في حوض ميه كبير، او نبدا بالخرطوم الميه نحميها من على الراس وعلى الهايند ليمبس وكده، مهمه قوي. القطط والكلاب ممكن نعملها كمادات ميه ساقعه، والالكحول مهم جدا يا جماعة، الكمادات دي. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا في حديث رواه البخاري إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، وبعدين في واحد سب الحمى، لعن الحمى، فقال لا تسبها فإنها تنكي الذنوب كما تنكي النار خبث الحديد. تبين بقى الناس اشتغلوا في الإعجاز العلمي، وجدوا إن الحرارة لما بتزيد اكتر حاجه تنزل الحراره كمادات ميه ساقعه. كلنا بنلجأ على طول النان ستيرويد، الانتي انفلاماتوري، ديكلوفيناك صوديوم، والفينادين، والميلوكزوكام، لكن مهم قوي يا جماعه الثقافه الصح، ان احنا نعمل كمادات ميه ساقعه زي ما قال دكتور ابو بكر، ان احنا نستخدم الكحول مع التلج خاصه في امراض زي الجلد العقدي والحاجات دي، مهمة أوي 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 الكمادات المية ساقعة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض الموت كان بيجيب 7 قرب ماء، يطلب مية ويحطها على دماغه ويرش زي يستحمى بيها كده، قرب مية عشان يبرد الحرارة. الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. طبعا بعد كده بقى نشتغل بالإيه بخافضات الحرارة، لكن مهم أوي إن أنا أبدأ يبقى برنامج بتاعي على طول، اقول للراجل ابدا شغل خرطوم ميه عليها، ابدا رشها بميه لغايه تاني ما اجي، وتبدا تدي انت العلاج. فارماكولوجيكال انتي بايريتكس، كلمه انتي بايريتكس لوحديها غير النان ستيرويدال الانتي انفلاماتوري، يعني النان ستيرويدال ان هي انتي بايريتكس وانالجيسك وانتي انفلاماتوري، لها اكتر من وظيفه، لكن دايما ما نستعجلش ونبدا بالنان ستيرويدال،
ممكن استخدم انالجين، لان النانو سترويدال لها مشاكل كتيره، وهقول امتى نستخدم النانو سترويدال. فايه المانع ان انا ابدا بالانالجين او الدايبيرون؟ الانالجين جرعته 8 ل 10 مللي لكل 100 كيلو، سواء بقى كان حصان او بقره، نحسب كام كيلو يعني. ممكن ندي 50 سنتي وريدي، وبعد ما عملنا كمادات ما يساع ده انالجين. هنا له وظيفتين، هو انالجيسك وانتي بايريتك، ولكنه ليس انتي انفلاماتوري. والانالجيسك بتاعه ضعيف، ما يشتغلش على الالام الشديده، لكن انت كانتي بايريتك كويس جدا، وما هواش نانو سترويدال. الانالجين مش من عيله النانو سترويدال. امال ايه اللي من عيله نانو سترويدال؟ الاسبرين والباراسيتامول، دول من عيله النانو سترويدال. الاسبرين بنستخدمه كتير في الحيوانات، في الهيومن، ولكن استخدامه في الحيوانات مش كتير. هم في عاملين منه بولص دلوقتي للحيوانات، وممكن نستخدمه في القطط والكلاب، وان كان بعضها تبقى حساسه شويه ممكن برضو يعمل جاستريك السرز وكده. النانو سترويدال زي بقى عندنا الفلوجوزين ملجلومين، الديكلوفيناك صوديوم، ده ممتاز جدا كخافض حراره ومسكن للالام وانتي اندو توكسيك وانتي انفلاماتوري. كيتو بروفين والميلكزوكام، دي مجرد امثله. طبعا في كاربوروفين وفي حاجات تانية، انا بدي امثله سريعه كده للنان سترويدال. امتى استخدم بقى الحاجات دي؟ لو عندي مرض زي حمى الثلاث ايام مثلا، حمى الثلاث ايام في حراره عاليه 40، والحيوان بدا يعرج ومش قادر يمشي، لان بيحصل التهاب في المفاصل والتهاب في الاوتار، ففي الم شديد. فيفضل هنا ما استخدمش بقى انالجين، ادي نانو سترويدال، لانه يعمل اكتر من حاجه، هيبقى خافض حراره ومسكن للالام وانتي انفلاماتوري وبين كيلر. تمام يا جماعه؟ يبقى في معظم الامراض المعديه زي اللامب سكين وحمى الثلاث ايام والفوت اند ماوس كده، بيفضل ان انا استخدم النانو سترويدال انتي انفلاماتوري. وبدي مضاد حيوي. مضاد حيوي هنا انا مش لسه ما عرفتش السبب ايه بالظبط، لكن لو عرفت السبب، يعني مثلا لو كان سترانجلز مثلا في خيل مثلا، يبقى على طول ادي ايه؟ بنسلين، مجموعه البيتا لاكتام جروب. لو شكيت ان هي باستريلا او تسمم دموي، يبقى استخدم المضادات الحيويه اللي تشتغل على الباستريلا. لكن انا مش عارف ايه المسبب، فممكن استخدم مضاد حيوي برود سبيكترم زي اوكسي تتراسيكلين او تايلوزين او سلفا مع ترايموسبرين او بروكايين بنسلين. لان 90% من الامراض اللي بترفع حراره تبقى بكتيريال، و10% يبقى فيرال، 5% مثلا طفيلات دم. يعني لو حبينا ندي نسب كده، ان اكتر نسبه بتبقى بكتيريال. لكن في فصل الصيف بقى بيبقى طفيلات دم كتيره ترفع الحراره، والامراض المعديه اللي هي حمى الثلاث ايام واللامب سكين ديسيز والفوت اند ماوس. كثير من الدكاتره يقول لك لا، ما نديش محاليل في حالات الحمى. لكن حالات الحمى بيعمل جفاف، لان الحراره سخن وعمال يسحب الميه من جسمه، فبيحصل جفاف. فلازم ادي فلويد سيرابي هتخفض الحراره وبتظبط الابيتايت، تخلي الحيوان نفسه تتفتح للاكل. الفلويد سيرابي سلاين او رينجر. لكن طبعا لو في نمونيا شديده ما اديش محاليل كتيره، لان ممكن تعمل بالمونري وديما. لكن ده خط من العلاج، ان انا ايه اعمل حقنه شرجيه بالميه، اخليه يشرب ميه كتيره. طب هو ما بيشربش، اديله محاليل وريدي. كل ده بيخفض الحراره لان الحيوان بيدخل في جفاف. فيتامين بي وبروبايوتكس، دي كلها حاجات منشطه للمساعده، يعني سبورت في التريتمنت. كان في دكتور سأل وانا بشرح، طيب لو حد عنده أسئلة. الدكتور أبو بكر بيقول في الحاجة اللي لاحظتها في الخيل، لو أنا باخد درجة الحرارة عند رفع الذيل للأعلى لا يرفس نهائيا، بعكس أن الذيل في وضعه الطبيعي يرفس. ما هذا نوع من إحداث الألم يا دكتور أبو بكر، إنك تعمل ارتفيشال بين للحيوان، إما باللواشة تضغط جامد على الأبر ليبس، أو برفع الذيل للعكس فبتعمل له ألم شديد، فإيه فبنشغل بالألم ده وما بيرفصش. موضوع الميتابوليك اللي هي الميلك فيفر، طبعا هي سموها ميلك فيفر لكن هي عامة ما بترفعش الحرارة،
ممكن ترفع زي ابو بكر بيقول، ممكن ترفع الحراره في الاول، لكن هي رغم ان هي اسمها ميلك فيفر حمى اللبن، لكن هي ما بترفعش الحراره. حساسيه، فيها انواع من الحساسيه بتعمل ترفع الحراره. دكتور محمد بيقول، هل محمد الاحمدي، هل يمكن اعطاء محاليل في حاله الاصابه بالطفيلات الدمويه؟ لو الحرارة قعدت فترة طويلة يا دكتور ندي محاليل، بس ندي مش كميات كثيرة، لأن لو الطفيلات الدم أصلا بيبقى فيه نوع من السيولة في الدم، فما نزودش لأن ممكن يعمل تكسير كرات الدم الحمراء. دكتور أبو بكر منورنا النهاردة بالأسئلة، ربنا يبارك فيه. بيقول، القراءة الخاطئة للترمومتر في وجود شلل للريكتم والتخوير والتحزيق الشديد والإسهال الشديد. غير مفيد استخدام الأقماع أو اللبوس الخافض للحرارة في الحالات المصاحبة للإسهال، خصوصا في الصغار والأقراص في البيت في حالات الكي. ده معلومات جميلة يا دكتور أبو بكر، جزاك الله خيرا. بيقول لك يعني لو في مشكلة في الريكتم، في شلل أو في تخوير، يعني الحيوان بيفتح فتحة الفتحة كده مفتوحة وعمال يطلع صوت يعني، أو غازات، أو بحزة، أو في إسهال شديد، أو بعد الجس، ما نستخدمش اللبوس، لان في لبوس خافض حراره، الفولترين والحاجات دي، لانه مش هيجيب نتيجه. ولو الحيوان برجع القطط والكلاب، فما نستخدمش اقراص خافض حراره، لان هو برجع. كلام جميل. ندي بقى حقن. لاحظت ارتفاع الحراره 42 مقفله الترمومتر في حالات الانابلازم. ممكن طبعا طفيلات الدم ممكن توصل ل 42 فعلا زي الانابلازما، ودي خطيرة جدا، لو ما نزلهاش ممكن الحيوان يموت. الدكتور بيقول، ايه فايدة الخل في الحم في الخل لما بتحط يا دكتور، او الكحول بيتبخر، فلما بيتبخر بيسحب الحرارة من الجسم. الخل والكحول لما بتبخرهم بياخدوا الحرارة من الجسم. دكتور عبد الرحمن بيقول، نصيحة للزملاء للزميلات، لابد من التحكم جيدا في الحيوان خصوصا القطط والكلاب عند استخدام الترمومتر الزئبقي حتى لا ينكسر داخل المستقيم. طبعا خطر جدا. للأسف أنا شفت واحد دكتور عامل فيديو على اليوتيوب بيعلم الناس ازاي ياخدوا درجة حرارة، وراح مدخل الترمومتر وراح سايبه ووقف يشرح بقى يشرح. طبعا غلط ان انا اسيب الترمومتر، لازم انا ماسكه بايدي، واللي ممكن الحيوان يتحرك ويكسره، والزئبق لو دخل فعلا الجسم يعمل تسمم. الدكتور فايز، مرحب بك يا دكتور فايز، بيقول، كم يوم استطيع استخدام الفلوجلوزين؟ دايما يا دكتور فايز مضادات الالتهاب الغير استروديه ما اديهاش الا عند اللزوم، يعني ما اقعدش ادي كل يوم. لو بديه بيقعد هو تاثيره ممكن يوصل ل 40 ساعه خافض للحراره. لو الحراره عليت تاني بعد 40 ساعه ممكن اكرر المضاد الالتهاب الغير استرويدي، سواء كان فلوروكزين من الجلومين او من الاكزوكام او اي دواء. مرحب بك يا دكتور ابو هاجر، جزاك الله خيرا، بشكر في المحاضره. الدكتور فايز بركات، لو الحراره عاليه واعطيت مضاد حيوي ومضاد التهاب غير استرويدي ومضاد طفيلات دم والحراره لم تنخفض، فهل يكون هذا خراج داخلي؟ احتمال كبير يا دكتور. لو اديت عندك طفيلات الدم ثلاثه، ترايبانسوما، وعندك البابيزيا، وعندك انابلازما، هتدي الثلاث ادويه، وعندك البكتيريا، فانت اديت مضاد حيوي والحراره زي ما هي عاليه، احتمال يكون برضه خراج داخلي، واحتمال يكون المضاد الحيوي اللي انت اديته ما هواش شغال على الميكروب، انت اديت مضاد حيوي ضعيف، او المضاد الحيوي ما جابش نتيجه، او اديت جرعه قليله. طبعا ممكن انت بتقول للراجل ادي والراجل بيدي احيانا دواء غلط. فمن ضمن الاسباب الحراره اللي هي بتقعد فتره طويله لوجود خراريج داخل الجسم. دكتور محمد، هل ننصح باعطاء كورس علاجي بعد الولاده للوقايه؟ ده السؤال اللي انا فعلا قريته وانا بدي المحاضره. هل ننصح باعطاء كورس علاجي بعد الولاده للوقايه من التهابات الدرع والرحم وتجنب الاصابه بها؟ وإذا كانت الإجابة نعم، ما هو الكورس الذي ننصح به؟ والله أنا عندي محاضرة جميلة وممكن إن شاء الله نعرضها على إزاي نتعامل مع الحالات بعد الولادة. لكن أنا ما أنصحش. أنا كنت بعمل إيه في المزرعة يا دكتور؟ كنا بنحجز الحالات اللي هي والدة خلال 14 يوم الأولانيين، وكل يوم الدكاترة تاخد درجة حرارة.
لو طبيعي خلاص ما اديش مضاد حيوي، لو عالية ادي مضاد حيوي. اكشف بقى، كنت اخليه ادخل ايدي في الريكتم، اعلم الدكاترة ادخل ايدي في الريكتم واضغط على اليوترس اشوف في صديد هينزل ولا لا، يعرف دي مترايتس، واجي على الضرع احلب بايدي الاربع تربع اشوف في التهاب درع ولا لا، وفي الضرع ملتهب ولا لا. لو الحرارة طبيعية يا دكتور محمد بعد الولادة ما نديش مضاد حيوي، لكن امتى ادي مضاد حيوي؟ لما الحرارة تعلى. اعرف ازاي؟ لازم اخد الحرارة مرتين في اليوم، مرة صباحا ومرة مساء. دكتور أسامة الباز، مرحب بك يا دكتور أسامة، جزاك الله خيرا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وإن شاء الله المحاضرات الجاية بقى استكمال. كثير من الدكاترة طلبوا مني أتكلم عن حمى الثلاث أيام واللمب سكين والفوت أند ماوس. طبعا أنا مش هضيف جديد لأن الدكاترة يعني، لكن هقول إيه الأخطاء وإيه الحاجات الفنية اللي بتفيدنا. الدكتور فايز بيقول في حالة الفيفر يمكن إعطاء محلول سكري، وهل يفضل إشراك مضاد حيوي السرودي مع غير السرودي في حالة الفيفر؟ لا، السرودي يا دكتور ما هوش خافض حرارة، اللي هو زي الديكساميثازون والحاجات دي ما هوش خافض حرارة، ولكن بنديه في حالات النمونيا الشديدة، الحيوان مش قادر ياخد نفسه، أدي استرويدال مع نان استرويدال خاصة في النمونيا. دكتور إبراهيم بيقول استخدام المضادات الحيوية واحدة من المشاكل البيطرة وخطوط حد صح. الاستخدام الكتير للمضاد الحيوي يا جماعة هيعمل حاجة اسمها مقاومة بكتيرية. دكتور فايز بركات، في حالة الفيفر يمكن إعطاء محلول سكري؟ لو الحيوان ما بياكلش يا دكتور، بقاله يومين ثلاثة ما بياكلش، بنديله محلول سكري، لكن ما فيش داعي إن أنا أدي. لو الحيوان بياكل ما فيش داعي إن أنا أدي محلول سكري. فضل إعطاء مضاد التهاب السرودي مع غير السرودي؟ ما انا جاوبت على السؤال ده، ان ايه اللي كان بحاله النمونيا والحيوان مش قادر ياخد نفسه، ادي السرودي مع نان السرودي، لكن لو هي مجرد حراره ما فيش داعي ان انا ادي استرويدال، لانه هيعمل هيضعف المناعه اكتر وكده. بارك الله فيك، مشاركات النهارده جميله والعدد اكتر من كل مره، ربنا يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.